تاريخيا خسارة 2-1 لو حضرتك اكيد تفتكر في الفاينل حصلت للزمالك مرتين، شوتينج ستارز، شوتينج ستارز كنت مره موجود ماتش الذهاب 2-1 96 ومره نيجيريا. ومره في الافرو اسيوي، وهدف الزمالك جه في اخر دقيقه في الماتش. يعني الزمالك كان مغلوب 2-0، ما كانش برضه موفق، وهم بعد ما جابوا الجول الثاني شوتينج ستارز هجوم عنيف، ضاع حوالي 4 فرص او 3 فرص. وبعدين الزمالك ابتدى يخش في الجيم، وبعدين الجول كان في الدقيقه 45 الكابتن طارق مصطفى. طبعا هنا 2-1 وركلات ترجيح برضه. يعني تدينا حته تفاؤل شويه ان الزمالك لما في المباراه الفاينل الذهاب يخسر 2-1 زي ما بقول لحضرتك حصلت مرتين، يبقى فالخير تفوق 1-0، ولكن واحد بتبقى صفر. مرعبه بقى لينا هنا في ماتش، لانه انت بتلعب لو جبت جول ان شاء الله انت خايف برضه تيجي عليك شوطه هجمه اوفر ايا كان، خصوصا فرق من الفرق زي نهضه بركان اللي هم بيلعبوا على التفاصيل الصغيره زي ما حضرتك قلت. هقول لك على نقطتين ضعف لازم تلعب عليهم. في مشكلتين هيقابلوا نهضه بركان. اول حاجه في موجه، يعني الخبر ده هيضايقنا بس ربما يكون في صالحنا. في موجه حاره شديده جدا جايه على مصر خلال الايام القادمه، وهتوصل ذروتها يوم السبت والاحد والاثنين. حراره توصل 40. بص هو لو حراره لو الخبر ده هيجي على مصلحه لينا انا موافق، يجي على قلبي زي الفل، يعني اقعد في الحر عادي، ممكن زود براحتك. لكن الحراره كام في 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 المغرب؟ هم وصلوا النهارده بسلامه الله، يعني كنا هناك تقريبا بالليل الدور ماكسيموم 24. هي النهارده 24. ما انا لما اجي بكلم معاك في حاجه ببقى عاملها 24 درجه، يعني فرق 16 درجه هذا هيفرق. ادي واحد. نمره 2، النواحي البدنيه عندهم اقل مننا. السبب ايه؟ السبب ان هو الشهر اللي فات في ماتشين ليه اتلغوا، وكانوا مأجلين له ماتشاته في الدوري. فالفورمه مش ماتشين بتوع اتحاد العاصمه طبعا اتلغوا، انت عارف انت ظروفهم. وفي نفس الوقت كمان هم كانوا مأجلين له لان هو بيسافر وبيروح، ويعني ونفس الشيء لما راجع الماتش المفروض يتلعب فأجلوا له ماتشات. فهو لعب في الفتره دي كلها 3 ماتشات في شهر. لعب الجيش الملكي طلع معاه 2-2، وبعدين خسر ركلات ترجيح ده في الكاس. والتطواني المغرب التطواني ولعب مع المغرب التطواني كسب ولعب ولعب ماتش طبعا ثالث، يعني لعب 3 ماتشات. انت في المقابله انت لعبت ماتشات كتير، انت لعبت البنك الاهلي ولعبت سموحه ولعبت معاه ولعبت دريمز رايح دريمز راجع رايح جاي. لا يعني دي كويسه، فبدنيا انت كويس. عندهم بقى مشكله كبيره جدا لازم تلعب عليها، السيرد باكين وخط الظهر. على قد ما عندهم خط هجوم قوي ولاعيبه زي ما اتفقنا هيدرز وبيسجلوا اطراف قويه ولاعبين مهاريين، لكن لابد من الضغط على السيرد باكين وعلى حارس المرمى. وحارس المرمى بتاعهم في ماتش الجيش الملكي في هدف الجيش الملكي كان بخطأ حصل ضغط عليه والدربك وجه الهدف. الجيش الملكي كان الهدف الحارس اللي هو بيعمل روتيشن للحارس المرمى، الحارس اللي هو بيلعب لعب الماتش الذهاب. فدي نقطه. النقطه الثانيه السيرد باكين لازم تضغط عليهم بصفه دايمه، ما تسيبوش يطلع من الملعب، لازم تبقى ضاغط عليه بصفه دايمه. هتغلطه كتير وهيتاثر كتير. انا بقول لك لان انا اتفرجت على ماتشات ليهم كتير. هم دفاعيا مع الضغط مع النواحي البدنيه ممكن يفرق بالسلب، لكن هم كفريق فريق متميز. عندهم لاعب، في لاعب كمان مهم جدا العرجون ده حقيقه ما كانش موجود في الماتش الاول، هيشارك في الماتش الثاني. هيشارك في الماتش اساسي.